السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أمنية المسيري. وإن شاء الله النهاردة مع بعض هناخد stretch reflex أو الميتاتيك reflex. فأول حاجة لازم نعرف إن المسل بتتكون عندي من جزئين، flesh part مسؤول عن الكونتراكشن والريلاكسيشن والموفمنت بتاعة المسل، والتندون المسؤول إن هو يثبت المسل في الأوريجن والإنسرشن بتاعها. الجزء الفليشي بارت اللي هو الأحمر ده بيكون فيه المسل سبندل، وده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. الجزء الوايت اللي هو التندون بيكون فيه حاجة اسمها الجولجي تندون. الاتنين دول بيعتبروا ريسبتورز موجودين عندي في المسل. الأساس اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة والمسؤول ضمن الاسترتش ريفلكس هو المسل سبندل. لو نيجي نتفرج على شكله، ده هو الشكل بتاعه. المسل سبندل ده بيطلق عليه الانترافيوزال مسل فايبر، وفي نوعين من الانترافيوزال مسل فايبر، نيوكليير باك ونيوكليير تشين. طيب الفايبرز دي بتختلف عن الفايبرز بتاعه بقيه البلك بتاع المسل او بتختلف عنها؟ ده شكل الاكسترا فيوزال مسل فايبر، يبقى دي الانترافيوزال مسل فايبر ودي الاكسترا فيوزال مسل فايبر. الاكسترا فيوزال مسل فايبرز اللي هو بيكون البلك بتاع المسل، الكتله بتاعه المسل عامه اللي بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، التكوين بتاعها بيختلف تماما عن الانترا فيوزال مسل فايبرز اللي هو الريسبتور بتاعه. طيب الريسبتور دوت اللي هو المسل سبندل او الانترا فيوزال مسل فايبر مسؤول ان هو يحس الاسترتش اللي حصل في المسل. المسل دي زي الاستيك بيحصل لها ستريتش وكونتراكشن، الاسترتش ده المسؤول اللي يحس بيه هو المسل سبندل. طب انا عندي كام نوع من الانترا فيوزال مسل فايبر اللي هي موجوده جوه المسل سبندل؟ عندي نوعين، نيوكليير باك وده شكلها، ونيوكليير تشين وده شكلها. الاثنين بيروح لهم نيرف فايبر، افرنت نيرف فايبر سنسوري، زي اي ريسبتور بيطلع منه سنسوري نيرف فايبر، بيحوط على نيوكليير باج والنيوكليير تشين، اسمه البرايمري نيرف فايبرز او الانيول سبايرال نيرف فايبرز اللي هو الجزء اللي بالاحمر ده. طيب عندنا حاجه تانية بتروح بس سكندري نيرف فايبرز سنسوري برضو افرنت نيرف فايبرز، بس بياخد بس من نيوكليير تشين اللي هو ده الفلاور سبراي. يبقى انا عندي كام انرفيشن هنا سنسوري؟ عندي اتنين. اول حاجه الانيول سبايرال البرايمري اللي هو بيحوط النيوكليير باج والنيوكليير تشين وياخد منها انفورميشن، ده افرنت سنسوري نيرف فايبر. والفلاور سبراي اللي هو السكندري اللي بيبقى موجود حوالين النيوكليير تشين. طيب بيختلفوا الافرنت نيرف فايبرز دول؟ اه بيختلفوا. انيول سبايرال تايب 1 الفا 1 ده الكوندكشن بتاعه بيكون اسرع شويه من تايب 2 اللي هو الفلاور سبراي بتاع النيوكليير تشين. كده احنا خدنا overall كده نظرة عامة عن المسل سبندل، ودلوقتي هنبتدي نتكلم عن مكونات أي ريفلكس عندنا، وفي الآخر هنبتدي نربط ما بين الانرفيشن والتكوين بتاع المسل سبندل ومكونات الاسترتش ريفلكس. فعشان نعرف أي ريفلكس في الدنيا سواء الاسترتش ريفلكس أو other reflexes لازم نعرف إن ليه كذا كومبوننت. أول كومبوننت لأي ريفلكس هو الاستيمولس، يعني مؤثر معين خارجي أو داخلي في جسمك او من بره جسمك يأثر على جسمك بقوه معينه وطريقه معينه ليه نوع معين. يعني مثلا الاستيمولس ده ممكن يكون استيمولس ثيرمال درجه حراره مثلا، ميكانيكال خبطه مثلا او حركه معينه اتعملت لك من بره او حصلت جوه جسمك، ده نوع الاستيمولس بتاعك. تاني حاجه ان يكون ليه ثريشولد باورفول معينه كافيه انها تسبب ان يحصل الريفلكس. طيب يختلف نوع الاستيمولس تبع لنوع الريفلكس، يعني كل ريفلكس ليه استيمولس معين بثريشولد معين مسؤول عن حدوثه. الاستيمولس ده مؤثر او طاقه خارجيه المفروض ان يتم تحددها ان يحصل لها ديتكشن. مين المسؤول عن الديتكشن ده؟ الريسبتور. الريسبتور ده بيكون موجود في بارت معين من جسمك او في اورجن معين، وظيفته الاساسيه انه يعرف الاستيمولس اللي حصل ده نوعه ايه ويقدر قوته قد ايه، طيب ويجمع معلومات عن الاستيمولس ده. دي وظيفه الريسبتور. بعد كده تيجي وظيفه السنسوري نيورون او الافرنت نيرف فايبر، ده بياخد المعلومات، ده نيرف فايبر بياخد المعلومات من الريسبتور يبتدي يوديها عندي للسنتر بتاعي. طيب السنتر بتاع معظم الريفلكسز هو السباينال كورد، هل في ريفلكسز تانية ممكن يكون السنتر بتاعها هو البرين؟ ممكن، ولكن مينلي الريفلكسز السنتر بتاعها هو السباينال كورد، والسباينال كورد بيحصل له سوبرفايزر من البرين. البرين مسؤول ان هو يقوي الريفلكسز بتاعه السباينال كورد او يضعف، ولكن المسؤول عن تنفيذ الريفلكس هو السباينال كورد. دي الانتر نيورونز زي وصله بتكون ما بين الافرنت نير فايبر والإفرنت موتور نيورون. في بعض الريفلكسز بيكون فيها انتر نيورونز وفي بعض الريفلكسز ما بيكونش فيها. طيب الانتر نيورون ديت غيابها ممكن يخلي الريفلكس اسرع، يعني في الريفلكسز اللي الوقت بتاعها اسرع ما بيكونش فيها انتر نيورون. الإفرنت نيرف فايبر ده بعد ما المعلومات وصلت عن طريق الإفرنت نيرف فايبرز اللي كان جمعها للريسبتور عن قوه الاستيمولس وعن نوعه
وصلت للسنتر بتاعي اللي هو السباينال كورد. بيبتدي السباينال كورد يعمل لها انالايزنج ويشوف قوتها ويحدد اتجاهها ومكانها وحاجات كتير عنها، ويعمل لها اناليسز، وبعد كده يقدر الريسبونس المعينه اللي المفروض تحصل. يبتدي يبعت المعلومات اللي هي الريسبونس ديت عن طريق افرنت موتور نيورون، يعني الافرنت ده وظيفته انه هيحدث تغيير، هيعمل حدث في الاورجن اللي هو رايح له. الافرنت او الريسبونس اللي رايحه مع الافرنت موتور نيورون دي بتروح للافكتور، يا اما نفس الاورجن اللي كان فيه الريسبتور او اورجن تاني، بتوصل له المعلومات بالريسبونس اللي هو المفروض يعملها، رد الفعل المناسب نتيجه الاستيمولس اللي حصل له، وبالتالي هيبتدي ان هو يديك الريسبونس اللي كان مقدرها السباينال كورد. زي مثلا ان هو قال اتحرك، اعمل ويزدرول، ابعد ايديك، وات ايفر الريسبونس اللي هو اداها لك ايه، الاورجن الافكتور ده هينفذها. يبقى احنا كده نقول تاني مراجعه سريعه، الاستيمولس بتكون ليه ثريشولد ونوع معين بيستقبلهم الريسبتور ويعرف المعلومات دي ويوصلها عن طريق افرنت سنسوري نيورون للسنتر بتاعي اللي هو السباينال كورد. غالبا السباينال كورد يعمل انالايزنج للانفورميشن اللي وصلت له ديت، ويبتدي على اساس هيدي ريسبونس معينه، اللي يشيل الريسبونس دي يوديها للافكتور اورجان هو الافرنت موتور نيورون، يبعت الريسبونس دي للافكتور اورجان، ممكن يكون نفس الاورجان اللي فيه ريسبتور او اورجان تاني، ويبتدي يديك الريسبونس وات ايفر الريسبونس ديت كانت ايه. لو جينا شفنا كده اول حرف من كل حاجه من مكونات اي ريفلكس في الدنيا، هتلاقي ان هي بتتلخص في كلمه صراصير: اس ستيمولس، ار ريسبتور، اي افرنت، سي سنتر، اي افرنت، اي افكتور، ار ريسبونس. دلوقتي بقى كده هنيجي نربط ما بين الكومبوننت اللي احنا اتكلمنا عنها في الريفلكس، المكونات بتاعت اي ريفلكس. هنتكلم هنا بالتحديد عن الاستريتش ريفلكس والكومبوننت بتاعته، وهنتكلم عن زي ما خدنا الانرفيشن بتاعت المسل سبندل، هنيجي هنا نتعرف على الانرفيشن بتاعت المسل سبندل والكومبوننت بتاعتها من ضمن الكومبوننت بتاعت الاستريتش ريفلكس. بس في الاول كده خلونا نعرف الديفينيشن بتاع الاستريتش ريفلكس، ومن الديفينيشن هتقدر تطلع كذا كومبوننت من مكونات الاستريتش ريفلكس. اول حاجه stretch reflex ده هو reflex contraction للskeleton muscle in response to passive stretch. تعال ناخد كده ال definition من الاخر للاول. اول حاجة passive stretch ده ال stimulus بتاعك، كده انت جبت اول component. skeleton muscle ده المكان اللي فيه ال receptor، ونفس المكان برضو اللي هيبقى فيه ال effector هو ال effector organ، يبقى احنا كده تاني component. تالت حاجة ال response بتاعتك اللي هي ال contraction بتاعت المصل دي، كده ال response. يبقى انت كده قدرت تجمع ثلاث حاجات من الديفينيشن من الكومبوننت بتاعت الستريتش ريفلكس. اول حاجه الستيمولس هو الستريتش، تاني حاجه الافكتور اورجن وهو المسل، وقدرت برضه تحدد مكان الريسبتور هيبقى المسل برضه، ثالث حاجه الريسبونس اللي هي الكونتراكشن. نيجي بقى هنا للمسل سبندل، واسمع المعلومه ديت. المسل سبندل هو الريسبتور الوحيد اللي موجود عندك في جسمك اللي بيجي له افرنت وافرنت نيرف فايبر. مش المفروض ان الريسبتور يبقى طالع منه افرنت بس سنسوري نيورون بس، لا، ده بيوصل له افرنت وافرنت نيرف فايبر. لو جينا هنا نبص على المسل سبندل اللي هو اللي بيتكون من انتروفيوزال مسل فايبر نيوكليير تشين والانتروفيوزال مسل فايبر نيوكليير باك، ودي الاكستروفيوزال مسل فايبر اللي بتكون لي المين بالك بتاع المسل. نيجي بقى نبص جوه المسل سبندل، هنيجي نلاقي الفايبرز اللي هي باللون الاحمر دي افرنت نيرف فايبرز اللي هي primary annual spiral fibers type alpha 1. التايب ده بيتميز ان هو highly conducting، السبيد بتاعت الكوندكشن بتاعته عاليه جدا. ونيجي بقى نلاقي كمان الفايبرز اللي هي باللون الاصفر ديت اللي هي السكندري فلاور سبراي فايبرز من نوع تايب 2. الفايبرز دي برضو افرنت نيرف فايبرز، بس الكوندكشن بتاعتها ابطا شويه، بيوصل بسرعه اقل. يبقى انت كده طالع عندك اتنين افرنت نيرف فايبرز، طالع عندك البرايمري انيول سبايرال من نيوكليير تشين ونيوكليير باج ياخد من الاثنين انفورميشن، وطالع عندك الفلاور سبراي ياخد بس من نيوكليير تشين برضو افرنت نيرف فايبرز. طب ليه في نوعين من الانرفيشن كافرنت؟ يعني ليه في اتنين سنسوري فايبرز؟ لان انت كل نوع عندك من الانترافيوزال ماسل فايبرز دي مسؤول عن نوع معين من الاسترتش ريفلكس. النيوكليير باج مسؤول عن الديناميك ستريتش ريفلكس، في حين ان النيوكليير تشين مسؤول عن الستاتيك ستريتش ريفلكس. كده عرفنا الافرنت بتاعنا. يبقى احنا كده عرفنا اربعه كومبوننت من الكومبوننتس بتاعت الستريتش ريفلكس. عرفنا الستيمولس بتاعي وهو الباسيف ستريتش، عرفنا الافكتور اورجان وهو السكيلتون ماسل وده برده نفس مكان الريسبتور بتاعي، عرفنا الريسبونس وهي الكونتراكشن بتاعت المسل سبندل، عرفنا رقم خمسة الريسبتور بتاعي وهو المسل سبندل،
كمان عرفنا الافرنت نيرف فايبرز اللي هو البرايمري والسكندري فلاور سبراي، كده الافرنت نيرف فايبر. طيب الافرنت نيرف فايبر برضو لسه عندك اتنين افرنت نيرف فايبر، ايه الهدف من الاتنين دول؟ عندك افرنت نيرف فايبر اللي هو الالفا موتور فايبرز اللي هو ده الابيض ده، ده بيروح للاكسترا فيوزال ماسل فايبر، وظيفته هيعمل كونتراكشن لكل المصل. وعندك جاما موتور فايبر ده بقى بيروح للريسبتور ذات نفسه. عرفتوا ليه احنا قلنا ان المصل سبندل هو الريسبتور الوحيد اللي بيروح له افرنت وافرنت نير فايبر؟ الجاما موتور فايبرز دي بتروح للنيوكليير باج والنيوكليير تشين وتسبب لهم كونتراكشن. طب ناخد بالنا ان الجاما موتور فايبر موجودة على الجزء البريفيرال شويه من النيوكليير باج والنيوكليير تشين، لان الجزء ده جزء كونتراكتايل، مش هو اللي بيحس بيه الستريتش. الجزء اللي بيحس مالي بالستريتش هو الجزء اللي في النص، السنترال بورت هو اللي بيحس بالستريتش. الجزء البريفرال ده جزء كونتراكتايل بيحصل له كونتراكشن. طب ليه الهدف من الحكايه دي؟ عشان لما يحصل ستريتش للمصل كلها هيحصل ستريتش برضو للمصل سبندل، فهيحس الجزء اللي في النص دوت بالستريتش، هيوصل المعلومه ديت للسباينال كورد، والسباينال كورد يطلع ريسبونس للالفا موتور فايبرز للاكسترا فيوزال ماسل فايبرز يقول لها كونتراكت، وفي نفس الوقت يبعت مع الجاما موتور فايبرز يخلي الجزء البريفيرال ده كمان يكونتراكت، بحيث ان المسل كلها از هول يحصل لها كونتراكشن انترا فيوزال واكسترا فيوزال ماسل فايبرز. ده اولا. ثانيا ان من احد الحاجات برضو اللي ممكن تسبب الستريتش ريفلكس ان لو انت عملت كونتراكشن للجزء البريفيرال من المسل سبندل عن طريق الجاما موتور نيورون، وساعتها اللي بيعمل استيميليشن للجاما موتور نيورون بيكون البرين. البرين بينزل انفورميشن للسباينال كورد ان يعمل كونتراكشن او يعمل اكسايتيشن في الجاما موتور فايبر، فالجاما موتور فايبرز تروح تعمل كونتراكشن في الجزء البريفيرال ده من نيوكليير باج ونيوكليير تشين، فلما يحصل لهم كونتراكشن الجزء اللي في النص ده يحصل له ستريتش فيعمل له استيميليشن، وساعتها يحس المسل سبندل بستريتش يوصله عن طريق البرايمري، وبالتالي يحصل كونتراكشن بالالفا موتور فايبرز، فبرضه يحصل ستيميليشن ويحصل الاستريتش ريفلكس. يبقى كده الاستريتش ريفلكس يحصل بطريقتين، لو المصل كلها از هول حصل لها ستريتش الجزء السنترال ده يحصل له ستريتش ويحس ديتكت الاستريتش ده ويبعت بالافرنت فايبر للسباينال كورد ويبعت كونتراكشن فالمصل كلها يحصل لها كونتراكشن، او ان البرين يبعت للسباينال كورد انه يعمل اكسيتيشن للجاما موتور فايبرز فهي تعمل كونتراكشن للجزء البريفيرال من السباينال من المسل سبندل فيحصل ستريتش في الجزء السنترال، وبرضه يحس بنفس الكلام يحس بالستريتش يبعته بالافرنت نير فايبرز ويحصل كونتراكشن في الاكسترا فيوزال مسل فايبر بالالفا موتور فايبر. كده نجمع كل الكومبوننتس بتاعه الستريتش ريفلكس. اول حاجه الستيمولس بتاعك باسيف ستريتش، تاني حاجه الريسبتور بتاعك هو المسل سبندل نيوكليير باج ونيوكليير تشين انترفيوزال ماسل فايبر، تالت حاجه عندك افرنت نيرف فايبر، عندك البرايمري انيلو سبايرال بيطلع من نيوكليير باج ونيوكليير تشين، وتاني حاجه عندك سكندري فلاور سبراي فايبر بيطلع من نيوكليير تشين بس، وقلنا لان كل نوع من الانترفيوزال ماسل فايبر سواء نيوكليير باج او نيوكليير تشين مسؤول عن نوع معين من الاستريتش ريفلكس، نيوكليير باج مسؤول عن الديناميك ستريتش ريفلكس والنيوكليير تشين مسؤول عن الاستاتيك. الافرنت نير فايبرز بيوصل للسنترال بتاعنا هو السباينال كورد، هنا انا ما عنديش انتر نيورونز اللي هنا مونو سينابتيك ريفلكس، ما عنديش اي انتر نيورونز. بعد كده عندك الافرنت الفا موتور نيورونز بتروح للاكسترا فيوزال ماسل فايبرز اللي هي الافكتور اورجان، والريسبونس عندك هي الكونتراكشن بتاعه السكيلتون ماسل، وبرده عندك جاما موتور نيورون بيروح للبريفيرال بارت من ماسل سبندل عشان يعمل له كونتراكشن عشان الماسل يحصل لها كونتراكشن از هول، وبرده علشان يبدا لك الاستريكس، لان الاستريكس ريفلكس ممكن يحصل بتو ستيمولس باسيف ستريتش للماسل از هول او عن طريق الاكسيتيشن بتاعه الجاما موتور نيورونز فتعمل ستريتش في المسل سبندل لوحده. لو جينا بقى بعد كده ناخد ازاي يحصل ستيميليشن للمسل سبندل ده، هاجي اقول لك ان عشان يحصل ليه ستيميليشن بيحصل عن طريق حاجتين، وقلنا طبعا الستيميليشن لازم يحصل لانهي جزء؟ للجزء السنترال، هو ده جزء الريسبتور. اول حاجه ان المسل على بعضها كده البلك بتاعها كله يحصل له ستريتش، يعني لو المسل كلها على بعضها حصل لها ستريتش اكيد المسل سبندل هيحصل لها ستريتش الجزء السنترال بتاعها، وكده انا عملت ستيميليشن للمسل سبندل. او ان انت تعمل حاجه تانية، تعمل اكتيفيشن للجاما افرنت فايبرز. ازاي؟ لو انت عملت ستيميليشن للجاما افرنت فايبرز هيخلوا الجزء البريفيرال ده يحصل له كونتراكشن،
طب ولما يحصل له contraction ايه اللي يحصل؟ هيشد لك الجزء اللي في النص ده، فلما يحصل الجزء اللي في النص ده stretch يحصل له stimulation. طيب هل بقى كده ممكن، احنا قلنا ال stretch reflex عبارة عن ايه؟ المصل يحصل لها stretch تعمل contraction. طب هل ال stimulation اللي حصل هنا عن طريق ال contraction بتاع الجزء ال prefrontal كافي انه يخلي المصل كلها يحصل لها contraction؟ لا. ليه؟ لانه مش قوي كفاية، it's not powerful enough انه يخلي المصل كلها على بعضها يحصل لها shortening و contraction، فبيشتغل بطريقة indirect، لفة طويلة شوية. يحصل ايه؟ لو انت عملت stimulation للجاما موتور فايبرز دي هتروح تعمل لك contraction زي ما قلنا للجزء ال peripheral من ال intrafusal fibers، يعملوا لك ايه؟ stretching للجزء ال central. زي بالظبط الفكرة هنا، انت دلوقتي الجزء البريفرال ده خليه ان هو استيك، انت شديته قربته من بعضه خالص، الجزء البريفرال قربته من بعضه لانه بيحصل له كونتراكشن، تلاقي الجزء اللي في النص بيتشد معاك، يعني انت الاطراف بتقرب من بعض والجزء اللي في النص بيتشد معاك فيوسع بالطريقه دي فيحصل له ايه؟ ستيميوليشن. تكون النتيجه عندك في الاخر ايه؟ ان انت هتعمل امبلس، هتعمل ستيميوليشن للافرنت فايبرز دي، صح؟ تدي لك في الاخر الريفلكس، النتيجة اللي هي ان هيحصل كونتراكشن في المصل از هول، في الجزء الاولاني المصل ستريتش على بعضها تكونتراكت على بعضها، هنا الجزء البريفر كونتراكتد يعمل ستيميليشن، هنا يبدأ لك الريفلكس، يقوم ده رايح عامل ستيميليشن للريفلكس عن طريق ان هو يعمل افرنت نير فايبرز يوصل فيها امبلس للسباينال كورد، والسباينال كورد يبعت بالالفا يعمل كونتراكشن في المصل از هول. ايه بقى اللي بيأثر لي على الجاما موتور نيورونز؟ اول حاجه الانكزايتي. الانكزايتي التأثير بتاعها ان هي بتزود لك الديسشارج بتاعت الجاما موتور نيورونز، يعني بتخليها مور اكتيفيتد. طب ايه الفكره من الحكايه دي؟ هات واحد اعصابه مشدوده كده ومتنرفز بقى وعصبي، وحاول مثلا ان انت يعني تخبطه مثلا، تلاقي الرد فعل بتاعه اسرع، ولو جيت مثلا عملت ستريتش لاي مصل عنده هتلاقي الاستجابة بتاعتها أسرع وأقوى بكتير عن الوضع الطبيعي، وده اللي بيفسر الـ hyper activity في الريفلكسز اللي بتبقى موجودة عند الـ anxious patient. يعني هات مريض هايبر قوي activity بتاعته عالية وجرب إن أنت تعمل معاه الـ tendon jerk reflex، هنقوله بعد كده، اللي هو اللي أنت بتشوف ناس يبقى مدلدل رجليه كده وتقوم خبطه على ركبته فتقوم طالعة لفوق، هنفهم ده إيه اللي بيحصل بالظبط. ده هتلاقيه في الوضع الطبيعي رجليه بتتحرك بقوة معينة لمسافة رفع معينة بسرعة معينة، هاته بقى وهو متنرفز وانكزايتد كده واعمل معاه كده، السرعة تزيد، المسافة اللي بتطلعها رجله تزيد، الباورفول بتاعتها تزيد، لأن الجاما موتور فايبرز بتاعته متنشطة أصلا. تاني حاجة الجندرسك مانوفر. الجندرسك مانوفر ده إن أنت بتعمل إيه؟ كأنك كده إيه، الشخص ما هوش متعصب بس أنت بتعمل أكتيفيشن للجاما موتور نيورونز، بتخليها هي ايه، هي اللي متعصبه، يعني كانك هات ايديك الاتنين وشبكهم في بعض زي ما هو عامل هنا كده وشد عليهم جامد، ده هيعمل اكتيفيشن للجاما موتور فايبرز. هتقولي طب ايه علاقه الايدين بالرجلين؟ هقولك ان الجاما موتور فايبرز انت عندك السباينال كورد كله على بعضه متوصل كله ببعضه، في انرفيشن موصله ما بين الديفرنت سيجمنتس بتاعت السباينال كورد عندك، فالفكره ان انت لما تشد في الناحيه بتاعت الايدين يظهر في السباينال كورد ان في حاله انكزايتي، في حين ان الشخص نورمال ما هوش انكزايتد او في اي حاجه، ده بيسهل الني جيرك ريفلكس. يعني لما تيجي بقى تخبط هنا تشوف نفس الفكره زي ما شفتها في الانكزايتي، تلاقي رجليه بتطلع اسرع واقوى والمسافه اعلى، لان انت زودت الديسشارج بتاع الجاما موتور نيورونز عن طريق افرنت امبلس فروم ذا هاند. يعني الاحساس اللي جاي من الهاند ان الهاند ستريتشد، ما انت لما بتشد على ايدك كده انت اكنك بتعمل ستريتش في ايديك، فبتوصل فوق بافرنت فايبرز السباينال كورد، انا في حاله ستريتشد، انا جسمي مشدود. لما واحد يقول لك انا اعصابي وجسمي مشدود، بس هو هنا نورمال، هو مش انكزايتد ولا حاجه، وانت بس انشات الانكزايتي دي بالستريتش بتاع الهاند، فراح للسباينال كورد، ده له احساس ان في انكزايتي فزود الديسشارجنج بتاع الجاما موتور نيورونز. نيجي بقى لحاجه تانية دلوقتي اسمها نظام السيرفو اسيستنت ديفايس. يعني ايه؟ لما ينزل لك descending excitatory input to the spinal motor circuits. البرين طبعا بيأثر على الاكتيفيتي بتاعت اي ريفلكس،
بس خلينا يعني حاطين في دماغنا حاجة، إن الريفلكسز مينلي اللي بيتحكم فيها السباينال كورد. دور البرين في أي ريفلكس هو سوبرفايزر، بمعنى يقلل يزود يمنع، بس المسؤول عن إن الريفلكس يحصل هو السباينال كورد. فلو أنت جالك من الدماغ فوق سوبرفايزنج بإن أنت زود لي الإكسايتابيليتي، يعني زي بعت لك إمبلس إكسايتاتوري للسباينال كورد، هيخلي لك الالفا والجاما موتور نيورونز يحصل لهم اكتيفيشن. ستوب هنا بقى شويه. اساسا احنا كنا قايلين لما المصل كلها يحصل لها ستريتش، كلها يحصل لها ايه؟ كونتراكشن. ولما نعمل استيميليشن للجاما افرنت فايبرز برضو نعمل استيميليشن للمصل از هول، والمصل برضو يحصل لها ايه؟ ستريتشنج بعدين كونتراكشن. طيب دلوقتي بقى انت عامل اكتيفيشن للالفا والجاما موتور نيورونز الاثنين مع بعض، فتلاقي المصل انترافيوزل واكسترافيوزل شورتنينج بس في نفس اللحظه مع بعض، لان الجاما هتروح تعمل كونتراكشن انترافيوزل والالفا تروح تعمل كونتراكشن للاكسترافيوزل. يعملوا زي نظام السيرفو اسيستنت. يعني ايه؟ زي نظام الفرامل بتاع العربيه. هل مثلا انت الدوسه اللي انت بتدوسها دي على الفرامل كافيه انها توقف العربيه؟ لا، انت مجرد بتدوس دوسه بسيطه اللي هي الاكسيتاتوري انبوت، تروح بقى هي جوه تشغل لك نظام البريكنج الفرامل، توقف لك العربيه بحالها، مع ان انت بدات بدوسه صغيره. هو ده نظام السيرفو اسيستنت. تمام. طيب نيجي بقى لحاجه كده في الاخر، بيقول لك ايه؟ السبندل افرنت اكتيفيتي كان اوكير ثرو اوت ذا بيريود اوف ذا ماسل كونتراكشن. بمعنى يعني اثناء ما انت عامل اكتيفيشن للالفا والجاما موتور نيورونز والماسل كونتراكشن، ستيل الماسل سبندل يقدر يكون عنده احساس بالاسترتش بتاع المصل لو حصل للمصل استرتش اثناء الفتره بتاعه الكونتراكشن. تمام، يفضل عنده الاحساس ده. نيجي بقى دلوقتي للبروبرتيز اوف ستريتش ريفلكس. اهم حاجه ان انت تبقى عارف كل بروبرتي منهم ليه، السبب فيها ايه. اول حاجه ان الريفلكس ده التايم بتاعه فيري شورت، ان نو تايم تقريبا. هات حد واخبط على ركبته كده هتلاقيها في اقل من الثانيه بتطلع على طول تنطر لفوق. طب ايه الفكره من كده؟ انه اولا مونو سينابتك، من الافرنت للافرنت على طول. ادي افرنت اهو، امبلس داخله سواء برايمري او سكندري، امبلس على طول نازله افرنت، مفيش انتر نيورونز ما بينهم. تاني حاجه ان النوعين بتوع الافرنت فايبرز والافرنت فايبرز كذلك كلهم رابيدلي كونداكتنج، بيوصلوا بسرعه بسرعه، فعشان كده مده الريفلكس قصيره. تاني حاجه انه لوكالايزد، يعني ملوش الراديشن. بمعنى ان انت مثلا ما تجيش تعمل في الركبه اليمين تلاقي الركبه الشمال عملت معاك، محدود في مكان محدد. ليه؟ لان انت ما عندكش انتر نيورونز، مفيش وصله في النص. تالت حاجه it shows reciprocal innervation. بمعنى دلوقتي لو انت المسلز بتاعت الهاند بتاعتك انت شادد دراعك كله، دراعك كله مشدود، هتكون النتيجه ايه؟ ان المسلز بتاعتك البايسبس يحصل لها كونتراكشن. ولكن ما هو عشان البايسبس يحصل لها كونتراكشن يعني تعمل فليكشن للفور ارم، لازم الترايسبس تبقى ريلاكسد، صح؟ عشان البايسبس تبقى كونتراكتد الترايسبس لازم تبقى ريلاكسد. تمام، والا دراعك مش هيتحرك. لازم الانتاجونست يحصل لها ريلاكسيشن لما المصل اللي انت بيحصل فيها الريفلكس تكون كونتراكتد. It shows no after discharge. يعني ايه؟ يعني المسل كونتراكشن ستريتشد كونتراكتد خلصت، ما تقعدش فتره طويله كونتراكت. بمجرد ما الاسترتش الحاجه اللي مسببه ستريتش المسل ما تقف، يعني الاستيمولس يقف، هتلاقي الريفلكس وقف ما يطولش، لان انت ما عندكش انتر نيورونز. خامس حاجه it shows no fatigue. بمعنى اللي عايزين نعرف السبب في ان هو تشوز نو فاتيج ليه، مع ان لما خدنا قبل كده ان ممكن الريفلكسز يحصل لها فاتيج. ايه الفكره انه ما بيحصلوش فاتيج؟ ان الفايبرز بتاعته it doesn't go from 0 to 100 it goes gradual. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لو انت داخل سبق واشتغلت في اوله باقصى سرعه هتيجي طاقتك وتخلص في الاخر، لكن لو انت بدات كده ايه تدريجي، سخن كده واحده 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 واحده، وبعدين فتحت بقى مره واحده جريت باقصى سرعه، هتتعب بعد فتره طويله. ده اللي بيحصل بالظبط. الموتور فايبرز بتاعته
الإفرنت فايبرز الديسشارج بتاعها بيبقى at low frequency، يعني بالراحة بهدوء شوية، وبعدين يغير الأكتيفيتي بتاعته، يبدأ يسرع الأكتيفيتي بتاعته ويقويها أكتر، عشان كده الفتيج بتاعه ما بيبقاش موجود، ما بيتعبش لأنه بيمشي بالتدريج. ودلوقتي بقى هنيجي لأنواع الاسترتش ريفلكس. الاسترتش ريفلكس أنواع ليه نوعين، static stretch reflex muscle tone و dynamic stretch reflex tendon jerk. دي كده مقارنة لازم تكون عارفها كويس جدا، لأنها هتجيلك بنسبة كبيرة جدا، هيطلب منك حاجة من دول أو هتجيلك كلها كسؤال إساي. طيب نبدأ كده ونفهم إيه static وإيه dynamic، دي يعني إيه، وإيه muscle tone وإيه tendon jerk دول. أول حاجة static stretch reflex، يعني النوعية دي من الاسترتش ريفلكس معاك على طول ما بتقفش. طيب الديناميك ستريتش ريفلكس ده لا، ده بيحصل على حسب، يعني حصل موقف فبيحصل ازاي، نفهموها مع بعض. لما نفهموها من الاستيمولس، مينتيند ويك باسيف ستريتش، يعني انت عندك ستريتش للمصل على طول موجود ولكنه ضعيف. الديناميك لا، انت عملت فجائي حاجة مرة واحدة وقوية جدا، باسيف ستريتش. زي التندون جيرك لما تيجي تخبط على رجل واحد، حاجة حصلت فجأة بقوة جامد، هيقوم عطيك المصل بتاعت رجله هتنطر كده لفوق، صح؟ المصل بتاعت حصلها كونتراكشن، انت خبطت على التندون بتاع الفورسيبس مصل، عملت لك كونتراكشن فرجله نطرت لفوق فجأة. نوع الريسبتور هنا وهنا فين؟ في الاستاتيك هو slowly adapting receptor النيوكلير تشين، ولكن في الديناميك نيوكلير باك rapidly adapting receptor. ليه؟ انت عايز استجابة أسرع بسرعة، لان ده حاجة ده حصلت فجأة، ولكن هنا دي حاجة قاعدة معاك على طول. طب ايه rapidly adapting و slowly adapting دي؟ rapidly adapting يعني contraction و relaxation مفيش فرق زمني، يعني بسرعة حصل stretch contraction relaxation ورا بعض، ولكن النيوكلير تشين علشان الستريتش على طول موجود ففي contraction بنسبة تقريبا على طول ممكن موجود. الافرنت فايبر الفلور سبراي secondary، هنا الانيور سباينر ending primary، السنتر والإفرنت والإفكتور التلاتة حاجة واحدة. السنتر بتاعك الألفا موتور نيورونز اللي موجودة في الأنتيريور هورن سيلز بتاعة السباينال كورد، الإفرنت سيك مايلينيتنت أكزون بتاعة الألفا موتور نيورونز اللي هيعمل كونتراكشن، مش المسل بالك، الإكسترا فيوزل مسل فايبرز. ريسبونس يعمل لك المسل تون، في الستريتش في الديناميك يعمل لك التندون جيرك. إيه الهدف من كل ده؟ أنا بعمل كل ده ليه؟ في الستاتيك ستريتش ريفليكس أنت عايز دايما يبقى عندك تصور ذهني في مخك عن مدى قابلية العضلة، يعني طولها هي مشدودة ازاي عشان تقدر تتحرك، توفر للمخ معلومة زي. ولكن الديناميك بيوفر للمخ معلومة ازاي يقدر عن طريق الديناميك ريفلكس انه يوفر تتابع من الحركات بسرعة علشان يصحح لو اي وضع غلط حصل. ازاي؟ يعني مثلا الشخص اللي بيخبط على ركبتك على التندون بتاعك ده ممكن يأذيك، فانت بتحتاج لحاجة بسرعة تصحح الوضع. انت بتنطر رجلك لفوق، مصل بتاعتك الانتاجونست اللي موجودة ورا في الثاي المفروض ان يحصل لها ريلاكسيشن في مقابل ان الفورسيبس هيحصل لها كونتراكشن، تظبط التتابع الحركات في تناسق. ناخد بالنا بقى الستاتيك ستريتش ريفلكس، انت مثلا لو عندك عضله مثلا واخده اوريجين وانسرشن، كل عضله ليها اوريجين وانسرشن، المسل دي طولها الحقيقي من غير ما يبقى طولها الطبيعي، هي عباره عن استك هاتو طوله الطبيعي اقصر من الطول او المسافه ما بين الاوريجين والانسرشن بتاعها، فلما بتيجي تثبتها عند الاوريجين والانسرشن بتبقى سنه ستريتش مشدوده شويه، زي فكره ايه، اوتار الجيتار او الكمانجا، لو الاوتار دي مرخيه مش هتطلع لك صوت لانها ضعيفه، لكن لو مشدوده هتطلع لك صوت لانها قويه وماسكه نفسها. وده الهدف من الاستاتيك ريفلكس، ان المصل تبقى مشدوده، يبقى ليها تون، تبقاش مرخيه. وهقول لك حاجه عن الاستاتيك ستريتش ريفلكس، هو SSSC ريفلكس. ايه الحروف دي؟ هو ستاتيك فليكس الريسبتور بتاعه سلولي ادابتنج، الافرنت بتاعته سكندري سبراي فايبرز، سي بتاعته هو موجود فيه نيوكلير تشين. دي حاجه تسهل عليكم الحفظ شويه. دلوقتي بقى هنعرف كل نوع من انواع الاسترتش ريفلكس على حده. هنبدا بالستاتيك ريفلكس. لو عايزين نعرف معناه، هو نيورولوجيك مينتيند سب تيتانيك سكيلتون ماسل كونتراكشن ديورينج ريست، بمعنى نتيجه ان انت عندك المسل حصل لها ستريتش ما بين الاوريجين والانسرشن، فهي على طول في حاله كونتراكشن، على طول ايه مشدوده كده وماسكه نفسها والفايبر بتاعتها مسدودين شويه، نتيجه ان الاسترتش ده على طول موجود. سب تيتانيك يعني ايه؟ يعني لو المسل حصل لها كونتراكشن وهي فضلت كونتراكتد بشكل كامل، هيحصل لك اللي هو الكرامب الشد العضلي، ان المسل كونتراكتد بدرجه كبيره جدا وما بيحصلهاش اي نوع من انواع الريلاكسيشن. لا، هنا المسل سب تيتانيك،
يعني مش حصل لها كرامب، يعني هي مش جايلها شد عضلي، لا هي مجرد بس ان هي سنة صغيرة الفايبرز بتاعتها قريبين من بعض نتيجة للاسترتش اللي حاصل ما بين الاوريجن والانسرشن. السبب بتاعها ايه؟ ان الريت بتاع الديستشارج من السكندري اندنج على طول فيه ديستشارج زايد طول ما الاسترتش ده مينتيند، هو الاسترتش مش هيروح، الاوريجن عمره ما هيجي للانسرشن والمسافه بينهم تقصر الا لما انت بتعمل كونتراكشن للمصل بارادتك انت، لكن ده المصل هنا كونتراكتد خارج عن نطاق ارادتك نتيجه ان الاسترتش اللي حاصل ما بين الاوريجن والانسرشن المسافه بينهم اطول من طول العضله. المكان بتاعته في كل المصل بتاعت الجسم مينلي في الانتي جرافيتي مصل. ايه الانتي جرافيتي مصر دي؟ يعني العضلات المسؤوله مثلا انها ترفع دراعك لفوق عكس اتجاه الجاذبيه، العضلات المسؤوله انها تبقي على رقبتك ثابته بوضع قائم ضد اتجاه الجاذبيه ومرفوعه لفوق، ظهرك مفرود، بطنك مفروده كده. نيجي بقى للفانكشن بتاعتها، وده سؤال اساسي مهم. اول حاجه انها تمنتين الاريكت بوزيشن، قلنا اجينست الجرافيتي. الانتي جرافيتي ماسلز قلناهم الفليكسورز بتاعه الابر ليمب اللي هم مسؤولين ان يرفعوا دراعك عكس اتجاه الجاذبيه، الاكستنسور بتاعه اللور ليمب مسؤولين ان برضو يرفعوا رجلك عكس اتجاه الجاذبيه، وكذلك الاكستنسور بتاعه النيك والاليفيتورز بتاعه اللو جو ماسلز مسؤوله انها ترفع فك السفلي بتاعك ضد اتجاه الجاذبيه. عشان كده الماسل قلت لك لازم تكون مشدوده، ليه؟ لانها بتشتغل ضد الجاذبيه زي اوتار الجيتار بالظبط، لازم تكون سنه مشدوده عشان تبقى قويه وماسكه نفسها مش مرخيه. تاني حاجه انها بتساعدك على الفينس ريتيرن واللمف فلو من اللور بارت بتاع البادي لفوق، بتشتغل از ايه ماسل بامب، يعني بتشتغل اكنها الكونتراكشن بتاعها ده بيشتغل اكنه شفاط بيسحب الفينس ريتيرن واللمف فلو من جسمك من تحت بعكس اتجاه الجاذبيه لفوق باتجاه الهارت والمين لمفاتيك داكتس. تالت حاجه الهيت برودكشن، ايه علاقه الهيت دلوقتي باللي احنا بنقوله دلوقتي؟ الرعشه اللي بتجيلك لما تحس بالبرد دي حاجه خارج نطاق ارادتك، انت مش بتتحكم فيها. ايه المسؤول عنها؟ المسلز دي لما يبقى ليها تون بالظبط اكنك بتضرب على وتر جيتار، اضرب كده على الوتر وهو مشدود تلاقيه بيتهز. نفس الفكره في العضله بالظبط، عضلة مشدودة تضرب عليها تقعد تتهز. طب ايه الهدف من الهز ده؟ حركة هتولد لك حرارة كافية انها تدفي جسمك، ده بيزيد اكيد لما الجو بيكون برد ويقل في الحرارة. اخر حاجة عضلات بطنك لو هي مشدودة كويس هتفضل محافظة على الاماكن بتاعة الفيسرا في مكانها، يعني معدتك تفضل في مكانها، خاصة لما تعمل يعني مثلا لما تركب لعبة بتدوخ مثلا او بتتحرك في كذا اتجاه، مثلا سي ديسكفري مثلا اللعبة بتحركك في كذا اتجاه، لو عضلات بطنك مش مشدودة ومثبتة أعضائك في مكانها هتروح وتيجي في كذا اتجاه. هي متثبتة بتندنز وكل حاجة، بس ده كحماية من بره، تثبيت من بره كمان. نتكلم بقى عن النوع التاني وهو النوع الديناميك. النوع الديناميك ده هو رابد كونتراكشن فولد باي رابد ريلاكسيشن، حاجة ورا بعضها كده، انت خبطت على ركبة حد كونتراكشن بسرعة ريلاكسيشن سريع ان نو تايم تقريبا. بص اهو يخبط على طول بسرعة خاب كونتراكشن ريلاكسيشن، الهدف منه ايه؟ ان انت تعمل التندون جيرك اللي هو زي ده. الاكتر حاجه شائعه ومعروفه ان هو بيحصل في النين، بس هو بيحصل في معظم الجوينتس اللي موجوده عندنا في جسمنا، يعني عندك في الالبو، في الني، في الانكل تحت في رجلك، بيحصل في كذا مكان. الهدف منه ان انا اطمن على المكان ده لو في نيورولوجيكال ديزيز، وان انا احدد مكانه لان انا اكيد عارفه النيرف سبلاي او الانرفيشن بتاعت الجزئيه دي، كده انا هقدر اعرف ايه العضله المصابه. السبب بتاعه ايه؟ ان انت عندك بيحصل رابيد ريت من الديسشارج من البرايمري، هنا من السكندري برايمري اندنج اللي هي مور سنسيتيف للاسترتش وتغير اللينس بتاع المصل. انت لما هنا بتتك على التندون، التندون تقريبا بيقصر فبيعمل لك ستريتشنج للمصل، يعني انت دلوقتي حصل رابيد ديسشارج عطالك كده سرينه كده مره واحده، انا في عندي ستريتش، عملت انت كونتراكشن خلاص ما عادش السرينه دي موجوده، تنزل بسرعه تختفي السرينه دي بسرعه، فبالتالي يحصل الايه؟ الريلاكسيشن ويرجع الطول تاني لطبيعته. طيب من ضمن الريفلكسز برضو الديب ريفلكسز اللي بتحصل جوه جسمك، فاكرين لما قلنا ان الريفلكسز المسؤول عن تنفيذها ووقوعها هو السباينال كورد، بس السباينال كورد ما يقدرش يشتغل من غير السوبرفايزر بتاعه البرين. البرين هو اللي متحكم في ان يزود فاسيليتاتوري سوبر سباينال ديسشارج، ان هو يسرع ويقوي الريفلكسز ويخليها اقوى او يقللها ويبطئها. فاحنا دلوقتي هنتعرف بس على مقدمه بسيطه عن البرين عشان نفهم الشرف ده بيحصل ازاي. هنا البرين عندك نقسمه لثلاث اجزاء،
دي الكورتيكال بارت او السيريبرال بارت، ده السيريبيلر بارت، وده البرينستم بالعربي، ديت المخ وده المخيخ وده جذع المخ. ثلاث اماكن في المخ مسؤولين عن التحكم في الريفلكسز، كل واحد فيهم في مناطق معينه هي المسؤوله عن التحكم في الريفلكس ده، يتقوي يتقلل. طيب نشوفهم كده واحده واحده. نيجي للمناطق المسؤوله انها تعمل فاسيليتيشن، يعني تقوي لك الريفلكس وتخليه يمشي بشكل اسرع. اول حاجه الموتور اريا، اريا نمبر 4 في المخ. تاني حاجه ادي كده اول جزء من المخ، في منطقه اسمها الموتور اريا. الجزء الثاني السيريبيلر بارت، في النيو سيريبيلر بارت اسمه نيو سيريبيلر، مسؤول برضو عن ان هو يقوي لك الريفلكس. كمان عندك الميديال ريتيكولو سباينر، ده مسؤول برضو انه يقوي لك الريفلكس. عندك الفيستيبولار نيوكلياي برضو انها مسؤوله تقوي لك الريفلكس. المناطق الانهبيتري، البري موتور اريا او الاريا سكس، بيلر سيريبيلم برضو بيعمل انهبيشن. اللاترال ريتيكولو سباينر تراك، دي كلها مناطق مسؤوله انها تعمل لك انهبيشن او تقلل الريفلكس. نيجي بقى لحاجة اسمها inverse stretch reflex او الجولجي تندون reflex. ايه ده؟ يعني الستريتش reflex هيتعكس؟ تقريبا، نحاول نفهم كده. دلوقتي لو انت مثلا عمال تعمل stretch ورا بعض ورا بعض ورا بعض، او stretch انت عامله خارجي، يعني واحد مثلا فضل عامل لك عمال يخبط بركبتك على ركبتك على طول ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فانت هتلاقي المسلز بتاعتك عمالة ايه؟ بسرعة contraction بسرعة contraction contraction ورا contraction. ممكن من كتر ال contraction التندونز بتاعتك تتقطع من ال origin وال insertion، عمال يحصل contraction وممكن يبقى maintained فيجي لك cramp. فوظيفة ال inverse stretch reflex ده انه protective ولكنه disynaptic. disynaptic تترجم في دماغك على طول انه ممكن يحصل فيه فتيج اولا، تاني حاجة انه هو ابطأ من ال stretch reflex. وظيفته ان هو حمايه من المصل والتندون بتاعتها ممكن تتعرض للدمج نتيجه للستريتش فورس. الستريتش فورس عمال ستريتش ستريتش عليه كونتراكشن ورا كونتراكشن، ممكن يخلع التندون يقطعه من مكانه من الاوريجن والانسرشن بتاعك. طيب الستيمولس بتاعتك ان المصل تنشن بتاعها يزيد، المصل تنشن يعني الكونتراكشن الموجود جوه المصل. الريسبتور بتاعنا هو الاكسيتيشن هاي ثريشولد جولجي تندون اورجان. ايه هاي ثريشولد؟ يعني الانفرس ستريتش ريفلكس مش هيحصل الا لو وصلنا لدرجه عاليه قوي من الكونتراكشن، المصل عامله كونتراكشن قوي جدا خلاص هتتقطع من مكانها. لازم يبقى يكون الستيمولس بتاعه فيري باورفول. الافرنت نير فايبرز بتاعته فاير امبلس along ثيك مايلينيتد افرنت تايب بي 1 بي. هنا بقى جينا الخلاف، انت عند رايح عندك من الجولجي تندون الافرنت فايبر بتاعك 1 بي، يرجع الفا فايبرز للبلك بتاع المصل كله، السنتر بتاعك الانهبيتوري انتر نيورونز كده، في النص انهبيتوري انتر نيورونز مسؤوله ان هي ايه بتوصل عن خلال السباينال كورد ان المفروض يحصل انهبيشن الانهبيتوري فايبرز دي، فتروح للالفا موتور نيورونز الانهبيتوري فايبرز توقف الالفا موتور نيورونز. ما هو الالفا موتور نيورونز بتوعك هم المسؤولين عن الكونتراكشن بتاع المصل بالك، الموتور الانهبيتورز دول بقى يروح يوقفوهم. الريسبونس بتاعتك بدل ما كان في الاسترتش ريفلكس بيحصل ستريتش وبعدين كونتراكشن، لا هنا الاسترتش بدل ما يكمل عليه الكونتراكشن هيقوم حصل ريلاكسيشن والمصل ترجع لطولها الطبيعي. طيب في حاله مرضيه اسمها الكلونز، او الكلونز ده نقدر نقول عليه ان هو تيست بيبان بيه ليجن او ديفكت معين عند البيشنت. بص كده هنا، شايف الرجل دي بتتحرك ازاي؟ لو انت مش شايفها كويس هات مسطره، مسطره قويه، وثبت طرفها على المكتب وخلي طرفها بره واتك على طرفها، هتلاقي الطرف بتاعها عمال يتحرك بسرعه رهيبه ورا بعض زي ما بيحصل هنا كده. ايه اللي حصل بقى؟ sudden maintained stretch للسباستيك paralyzed muscle. المصل عندك هنا spastic، يعني ايه مصل spastic؟ يعني السوبرفايزر بتاعك البرين شال ايده خالص، ما عادش بيتحكم في الريفلكس. طيب المصل نتيجه لذلك تبقى هنا ايه؟ spastic، يعني ناشفه مشدودة قوي، وكمان paralyzed يعني ما بتتحركش. فايه اللي يحصل؟ الدكتور هنا ايوه شوف، فجأة ماسك رجل البيشنت وقام عامل له ستريتش للمصل بتاعته من ورا هنا. ايه اللي يحصل؟ rhythmic alternation ما بين المصل contraction relaxation نتيجة لزيادة الجاما موتور نيورون ديسشارج. ده حصل، الفايبرز هنا اشتغلت بالجاما موتور فايبرز، جاما فايبرز اشتغلت ان هي حصلها ستيميليشن نتيجة للستريتش ده، المصل بيحصل لها contraction
طب الكونتراكشن زياده قوي عن الحد، ده المصل باراليز، تمام؟ المصل اساسا مشدوده، ده المصل اساسا ناشفه، وانت عمال بتزود عليها الكونتراكشن، فيقوم عامل ايه؟ انفيرس ستريتش ريفلكس، يعمل لها ريلاكسيشن. طب ما انت لسه مكمل عليها ستريتش، الاستريتش ما راحش، فيفضل الوضع على ذلك. الاسترتش موجود يعمل لك استرتش ريفلكس، استرتش ريفلكس يشد جامد على الرجل يقوم عامل لك انفرس استرتش ريفلكس وهكذا، فيخلي الرجل تتحرك بشكل مذبذب بالطريقه دي. انيشيشن لسادن استرتش من الديستشارج في الانترفيوزال فايبرز عن طريق بيعمل ستيميليشن للانترفيوزال فايبرز، فالجاما موتور فايبرز فاير وخلاص. هو المصل بالك الالفا كمان يحصل لها كونتراكشن، تزود لك الكونتراكشن بتاع المصل اللي هي اساسا كانت ناشفه وسباستك، فالمصل كونتراكشن خلاص عملنا ستريتش ريفلكس، زود لك الكونتراكشن والتنشن اللي موجود جوه المصل اساسا، يقوم عامل الجولجي تندون خلاص كده انا عندي كونتراكشن كبير قوي، ستيمولس سو باورفول، لا انا هقوم عامل انفرس ستريتش ريفلكس يعمل لك ايه؟ ريلاكسيشن. طب انا عندي الاسترتش لسه موجود، الدكتور لسه ايده محطوطه برده وما شالش ايده وعمال عامل استرتش للمصل، المصل اللي هي هنا تمام، وعامل استرتش للاخيلز مصل الاخيل سندوم، فيحصل ريزماتيك، ريزماتيك يعني ده ورا بعض، استرتش ريفلكس فولود باي انفرس استرتش ريفلكس وهكذا. ليه؟ لان انت عندك اكسسيف سوبرا سباينال فاسيليتيشن ان كيس اوف ابر موتور نيورون ليجن. ايه الكلام ده؟ قلنا ان المخ شغال كسوبرفايزر، هنا بقى في الحاله دي الجزء الانهبيتوري من المخ، الجزء اللي مسؤول ان هو يعمل انهبيشن، وقف، ما عادش قادر يتحكم في الاسترتش ريفلكس. ما هو لو الاسترتش ريفلكس بتاعك زاد عن حده المخ هيوقفه بالانهبيتوري، لا المخ ما فيش انهبيتوري، فمين اللي ياخد الكفه الاكبر؟ الفاسيليتاتور، يفرض عضلاته، انا متحكم اكتر. ده في الابر موتور نيورون ليجن. الابر موتور نيورون ليجن يعني الاصابه عندك فوق في البرين مش عندك في السباينال كورد. اصابه الابر موتور نيورون ليجن من اهم علاماتها ان هو السوبر سباينال فاسيليتيشن، يعني ايه؟ يعني بيزود الكونتراكشن بتاع المصل، بيزود الباورفول بتاع الاسترتش ريفلكس. ايوه نفهمها بقى، المصل سباستيك، زود لك الاسترتش ريفلكس، مينلي الاسترتش ريفلكس اللي هو الاستاتيك زوده لك، فخلى لك المصل تون زاد، يعني المصل مشدوده اكتر من الوضع الطبيعي، فلما يحصل بقى عليها كمان استرتش ريفلكس من بره دايناميك الوضع يبقى اوفرلود، فتحتاج للانفرس استرتش ريفلكس عشان يمنع ان المصل يحصل لها تيرنج. وبكده نكون خلصنا.